فير بلاي موعد الرياضة على إكسبريس إف إم. مساء عليكم من جديد في فير بلاي. مهاجم نجم متلوي على يد نجمش أصيب منذ أيامات بكوفيد 19. باش نطمنوا بعد شوية على حالته الصحية باش يكون معنا بالتليفون علي. لكن قبل هذا نعطيكم نتائج الأشواط الأولى في مقابلات الجولة الثانية والدفعة الثانية من الجولة الثانية إياب للبطولة. المتلوي تعادلت مع ريتوال في الشوط الأول دون أهداف. كيف كيف في نفس التوقيت مستقبل رجيش تعادل مع الكلوب دون أهداف، وحاليا نلعبوا في نهاية الشوط الأول من مقابلة جي اس كا والأولمبي البيجي، تعادل سلبي أيضا دون أهداف. مقابلة البارح انتهت بالتعادل 2-2 بين اتحاد بن قردان ومستقبل سليمان. دونك كما قلت علي الدين قمش مهاجم نجم المتلوي، سمعت الناس الكل أكيد إصابته كوفيد 19، حابين نطمنوا على حالته الصحية. ها معنا موجود بالتليفون علي. علي أهلا بك. أهلا بك سليم خويا، ومرحبا بك وكل المستمعين. مرحبا خويا، شنو الأمور؟ والله الحمد لله بابا، الحمد لله الحمد لله. به لو كان طمن على حالتك الصحية علي، أكيد منذ أيام سمعنا إصابتك بالكوفيد ولو أنه عاد شفاه له. طمن عليك. والله الحمد لله خويا سليم، انا عندي تو بلاتك 6 ايام 5 ايام وصافا، ما عندي شيء. انا جست النهار الاول اختفيت بروحي، معناها شويه وجاي عقل الدن وراسي واحد، وبعد من وقتها ما فما شيء الحمد لله. معناها مشيت عملت تحاليل لازمه وكذا. ايه صحيح، والله ليله ماتش بن قردان معناها طلعت على طلعت الطياره في جربه، حسيت روحي متقلق صافا من اللي قلت لهم راه فما، حسيت روحي مشكله مانيش مريك. من غدوة صباح مشيت عملت تيست وطلع بوزيتيف والحمد لله، راني شاد الدار و يعني والامور لاباس ان شاء الله. معناها ما صارلكش مضاعفات ولا حاجة، جاك له باللطف معناها. يا خويا هاي برا راني انسان معناها، هاني واحد جابيني في روحي ما فهمتش علاش مرتاح، معناها عندي جست ما نشمش ما نطعمش هكا، وباقي كل بدني لا صافا كل يوم نترينا مريقل، ما عندي حتى مشكلة. ان شاء الله منها الغدوة باش نعاود تيست اخر، ان شاء الله يطلع بوزيتيف ونرجع ان شاء الله. عرفت منين جاتك العدوى ولا لا؟ والله هذيك المشكلة، هاني تو 5 ايام في الدار لو جين جيتني تو لازم عرفت مني. اي باش نطمئن خاطر حتى على الملاعبية نتاع زملائك الملاعبية ولا ما طلعت تيست مشاو عملوا 20 ملاعبي كل نيجاتيف الحمد لله، ما عنديش حد معايا الحمد لله. باهي دونك غدوة عندك تيست واحد اخر ان شاء الله هكا؟ ان شاء الله من المضمون غدوة نعاود نعمل تيست اخر نغلق 7 ايام وان شاء الله يطلع بوزيتيف نيجاتيف. اي على ضوء هو دونك تتحدد ان شاء الله ترجع للونترينمون مع اصحابك ولا ها؟ صحيح غدوة يطلع تيست ان شاء الله، وكان قدرة ربي نيجاتيف نرجع ان شاء الله مع اصحابي ونرجع للجروب ان شاء الله. بعيد على العائلة ما ماكش قاعد معهم ولا حاجة؟ لا بالطبيعة ديجا كيري دار وحدي عندي 6 ايام تو، ان شاء الله كي نرجع لبيس نرجع للعائلة نرجع لاصحابي نرجع للجو الكل ان شاء الله. باهي خلينا نستغل الفرصة نحكوا شوية كورة علي. المتلوي تلعب مع ايتوال تو الشوط الأول، كيفاش شفته؟ والله الشوط الأول كيما تفرجت ما فماش برشا فرص، معناها الجمعية الزوز واقفين خايفين معناها فايح مؤخرين شوية، نحنا مسكرين البلوك. ايتوال ما كانتش كثيرة برشا فار فرصة ولا فرصتين، تعرف معناها تور وتور وماتشات صعيبة ونقطة بدمها وتحب ولا تكره، معناها ايتوال كاليبر باهي وجمعية كبيرة، معناها لازم الواحد ديما يحتاط. ان شاء الله يكملوا الاولاد داخلين الكيكة وعلاش ليه، ان شاء الله تجي فرصة وماركي وان شاء الله تروا بوان ان شاء الله. باهي علي نحكي شوية على الوضعية نتاع المتلاوي، ظهر لي أول سيزون ليفيكتيف كان ليميتي برشا، لكن رغم هذا عملتوا دي ريزولتا باهين برشا المتلاوي، فما تعزيزات نستناو ما خير وإلا الأمور المالية باش تعبكم السنة. والله صحيح كما تعرف الناس كل معناها اللي تعبنا برشا، معناها ايفيكتيف كنا بريسك 14 جوار، بالرغم هذاك معناها الناس كل كانت رجال، الموجوع يلعب المضروب يلعب وصلنا 14 بوان، معناها كنا نجمو نعملو من خير. وفي معناها تو مركات ولا جاو بريسك 10 جوارات بين صغار وبين اللي عندهم اكسبيريونس، ان شاء الله يعاونونا معناها ونعاونو بعض الناس كل، وان شاء الله نمنعو على بكري وتقعد المتلوي في بلاصتها ان شاء الله. واضح، يعطيك الصحة، شكرا لك علي، بالتوفيق ان شاء الله. عايشك سلام اخويا، عايشك اخويا. دونك كان هذا علي الدين قمش لاعب نجم المتلاوي، حابين نطمنوا
على حالته الصحيه اكيد بعد ما سمعت الناس الكل اللي اصابته بكوفيد 19. ان شاء الله لاباس نورمالمون عليه. غدو عنده تيست جديد، هذا جديد اللي اكدونا بنفسه، ان شاء الله على ضوءه يعود لجمعيته. اكيد نجم متلوي ليفيكتيف نتاعو خلينا نقول ليميتي برشا من ناحيه الكم ايضا، مش حتى من ناحيه الكيف، على ذاك دونك يحتاج برشا الفريق نتاعو. ان شاء الله عوده سريعه للميادين. في نص ساعه ثانيه الاخر نتاعنا اليوم باش يكون معنا بالتليفون تيجاني بالعيد، لاعب جديد في فريق، تجربه جديده في كازاخستان، وجهه ماناش متعودين عليها برشا، باش يكون معنا تيجاني يحكي معنا على خاصه البلد 15 اللي لعب فيه تيجاني في مسيرته، الفريق عدد 17 ابن بطوطه الكره التونسيه نجم نسميوه هكا. وايضا باش يكون معنا بالتليفون كريم التويتي مساعد جديد في ستاف تكنيك نتاع السي بي، مساعد القيس اليعقوبي. هذا باش يكون معنا ضيوفنا في اخر نص ساعه، لكن قبل هذا موزيكا ثم فلاش بوس وبعد